هنبتدي نعمل بقى معانا البوكيه بتاع ال ال المكرونه. بقى احنا هنعمل مكرونه امتى؟ لسه شويه. طيب ماشي، هنعمل المكرونه لسه شويه. ممكن نبتدي نشتغل في البوكيه بتاعها دلوقتي عبال ما تطلع الشكلمه عشان ندخلها في الفرن ونشوف هنعمل ايه. هناخد معانا بقى البوكيه بتاع المكرونه. هنعمل البوكيه بتاع المكرونه، هنعملها في الحله هنا لان احنا هنخلطها زي ما احنا خلطنا المكرونه السي فود اللي كنا عملناها قبل كده. هي دي ميه بتغلي؟ دي ميه انا حاططها عشان المكرونه. صدقني بحسبها حله فاضيه. لا هنحط فيها بس صدقني ولا رب، حط فيها شويه ملح. حاطط الحله كده حط فيها شويه ملح ونحط فيها شويه زيت بسيط. ماشي. وبعدين انا هعمل اضافه النهارده على الميه بتاعت المكرونه دي. لسه بنبدا في المكرونه النجريسكو او المكرونه بالكريمه عشان بالظبط. انا هعمل اضافه عليها ان انا هحط مع ميه المكرونه، انا مش مزود بس انا هحط عليها شويه لبن. انت مش هتصفيها، مش تعمل فيها حاجه؟ هصفيها بس انا هاخد شويه من الميه اشتغل بيها. اوكي ماشي. فانا عايز الميه بشكل معين معايا كده، فهنسيبها بقى تغلي وتاخد وقتها معانا وهنعمل البوكيه بتاعنا. انت بتسالي ان الزبده موضوعها ايه، فهقول لك انا الزبده موضوعها ايه. هناخد معانا هناخد معانا واضح ان هي حاجه شخصيه دي. هناخد معانا حاجه شخصيه بينك وبين الزبده. هناخد معانا زبده بتاعتنا، هناخد معانا نفس الكلام اللي بنحطه في اي بوكيه بنشتغل عليه. فصين المستيكه الحلوين. طبعا دي حاجه جميله ومهضمه وبتدي ريحه وحاجه رائعه جدا يعني في الموضوع. هنجيب معانا صدور الفراخ بنبقى مقطعينها. انا جايب معايا المكرونه قلم يا منو، المكرونه قلم اهي، ومقطع الفراخ زيها بالظبط، شبهها بالظبط عشان تبقى ماشيه معاها في نفس الكلام. يعني برضو الفراخ صوابع زيها. يعني تبقى ماشيه معاها في نفس الاتجاه يعني. كويس. انا بفضل بقى هنا في دي، انا بفضل اخد بصل مبشور. بصل مبشور زي ما احنا اتفقنا ان انا بوصل لطعم معين انا عايز اوصل له. بصي بقى، المكرونه دي بتتعمل بطرق كتير جدا، المكرونه دي بتتعمل بطرق كتير جدا جدا. بتتعمل بالفراخ بس، بتتعمل بالفراخ والمشروم، بتتعمل بالمشروم بس، بتتعمل بالمشروم والجبنه، بتتعمل بالكريمه، بتتعمل بطرق كبيره جدا وكتيره جدا. النهارده هنعملها بالفراخ والمشروم بأبسط طريقة ممكنة. ممكن تعمليها وحضرتك واقفة في 10 دقايق بالظبط. زي ما احنا قلنا الشوربة كده تقريبا خلصت، احنا هناخدها نلفها في حتة تانية ونشتغل بيها بطريقة تانية. لكن احنا دلوقتي هنشتغل معانا البوكيه بتاع الفرخ بتاع المكرونة. هنشتغل البوكيه بتاع المكرونة. هناخد معانا، نزلنا بالزبدة، نزلنا بفص المستكة، نزلنا بالبصلة المبشورة عشان انا مش عايزها ماشي، ما بتستناش تتحمر. لا ما بتحمرش، انا عايز الطعم اللي فيها بس خالص. وهدبلها مع الفراخ، هتاخد نفس سوى الفراخ بتاعتنا. فراخ طبعا مغسوله ومتصفيه، وزي ما قلنا ما بنغسل الفراخ ما بنغسلهاش تحت الحنفيه بقى ونبهدل الدنيا كده. هنرجع لغسيل الفراخ معاك يا شيخ بقى بالتفصيل كده بس بعد الفاصل، خليكم معايا. اتفضل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. قبل الفاصل شيف سامح عمل لنا الأساس اللي هنعمل منه شوربة الفراخ بالكريمة، وعمل الشكلمة ورانا ازاي خطوات نعمل الشكلمة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش تاخد 10 دقايق. هي دلوقتي في الفرن ومستنيين بقى، يعني بتدخل في فرن سخنة 180 درجة وبتقعد حوالي ربع ساعة، صح يا شيف؟ ربع ساعة تلت ساعة كده تقريبا. تمام. احنا النهارده بقى يعني دي كده قلت لي لسه ده الاساس بتاع شوربه الفراخ بالظبط. اوكي خلاص احنا كده هتعمل منه الشوربه وهتعمل منه المكرونه. لا هعمل منه الشوربه بس خلاص كده. هطفي عليه كده خلاص. هل انا حاطط بس المعلقه دي عشان ما تفرش، لان انا حاطط مع الميه لبن عشان انا هاخد منها شويه في الاخر. مفيش مانع ان احنا ندي شويه مشروم. هتاخد منها لايه؟ مع المكرونة. هتاخد من مية المكرونة دي؟ هاخد من مية المكرونة دي على المكرونة. كويس؟
لان انا مش عايزها زي المكرونه الفرن، انا مش عايزها ماسكه زي المكرونه الفرن. في فرق بين دي وبين دي شويه يعني. اه طيب، هي الشكلمة انا تقريبا هي احمرت، بتتحط في الفرن في النص صح؟ اه احمرت. ها انت واخده بالك منها؟ مش عايزه ابص انا، مش عايزه اتفاجئ. احمرت والله. هناخد معانا المشروم الظريف بتاعنا كده، نحطه مع ماشي المكرونه. طيب ناخد معانا مع شويه الفراخ. ما هي دي، ما هي دي المكرونه، دي الارضيه بتاع المكرونه. ناخد معانا شويه فلفل اسمر، المفروض يبقى ابيض او فلفل حصى. طيب ناخد معانا شويه ملح برضو. للي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه، دي المكرونه بالكريمه او المكرونه النجريسكو، والشيف الاول حط زبده وبعد كده شويه زيت وبعد كده البصل اخذ دبلت شويه. بالظبط كده. ناخد معانا برضو. انت بتخضني ليه طيب؟ انا ما عملتش حاجه. ما انت خضتني ليه؟ انا دلوقتي بناخد شويه بس جزء الطيب كده. ما كملتش انا. طيب ليه؟ انا مش بكمل، حطيت ايه في الحاجه؟ طيب ما تكملي، انا ما قلتش حاجه. وادي شوية جوزة الطيب معانا ظريفة كده. قبل جوزة الطيب حطيت البصل يدبل شوية في ال بصل ايه؟ بصل مبشور. مبشور. بصل مبشور. بصل مبشور. وبعد كده الشيف حط القطع الفراخ، وبعدين حطيت ايه تاني؟ المشروم. مشروم. تمام، وجوزة الطيب في الآخر. خلاص؟ تمام. المكرونة الحلوة بتاعتنا هي قربت تخلص خلاص. احنا عارفين ان المكرونه بتاخد 10 دقائق بالظبط في الميه، لو انا عايزها بزياده يعني 10 دقائق او 12 دقيقه لو انا مش عايزها بزياده. ممكن نبص على الشكلمه بعد اذنك؟ ممكن نبص على الشكلمه قوي خالص. يلا بينا. طيب، وقلت لي كمان خدي بالك من الشوربه، انا مش عارفه الشوربه وصلت لايه دلوقتي. والله ريحتها رائعه جدا. ريحتها جميله. اه اشيل الغطا. ريحتها رائعه جدا. هنستنى عليها شويه. ايه؟ قد ايه؟ هنستنى عليها 5 دقائق كمان. ماشي. درجه حراره 180 عشان قلبها بس يستوي ويبقى مظبوط يعني. تمام، درجة حرارة 180 وفي الفرن في النص. بالظبط كده. جميل يا شيخ. خدنا كده معانا المشروم، معانا البصل المبشور، معانا فص المستكة، معانا الزبدة، معانا الملح والفلفل، سنة الكزبرة، ومعانا جوزة الطيب بتاعتنا، وما بنزودش فيها توابل كتير عن كده، ممكن ندي في الآخر رشة قرفة، وبعدين نبتدي ناخد معانا المكرونة دلوقتي. تمام، دي هنصفيها بس. اه هناخد بس معانا على فكره انا هحط كريمه لباني. ريحه الشكلمه طلعت. اه كريمه لباني او كريمه الطهي يعني. بس انا عايز اقول لكم حاجه، هي ممكن تربط نفسها من غير حاجه، عشان كده انا حطيت لبن هنا وخلي الكريمه دي للاخر، وانا هقول لكم نعمل ايه. انا اللي اعمل ايه دلوقتي بقى بريحه الشكلمه؟ ولا هنعمل اي حاجه. بصي بقى، احنا هناخد معانا المكرونه بتاعتنا، هننزل بيها على الفراخ. تمام. ماشي. هناخد كل المكرونه بتاعتنا ننزل بيها على الفراخ. كويس. وهاخد معايا الميه دي اهي، مية المكرونة اهي. اوكي. حلو كده؟ طيب. انت بتعمل ايه يا شيف سامح بقى باللي انت بتعمله ده؟ هقول لك انا بعمل ايه دلوقتي، هتشوف في الاخر احنا بنعمل ايه. استأذنكم اودي الحلة دي. طيب والحاجات دي. يعني انا كده عملت زي التعصيبة بتاعة النجريسكو. وبعد كده الشيف حط عليها المكرونة، بعد ما حط طبعا على المكرونة وهي بتتسلق حط عليها لبن. بعدين ده علشان تطلع ده طريه صح؟ عشان تطلع جوسي. يعني هتبقى كده شويه، وهقول لك هنعمل فيها ايه دلوقتي. جميل. ناخد بس معانا شويه كريمه لباني تربطها. وانا عايز اقول لكم بقى حاجه تانية ظريفه كده، احنا كنا عملنا. طب الشكلمه ريحتها طلعت، انا خايفه كده. خايفه من ايه؟ انت عموما لما تطلعها انا مش عارفه اكمل الحلقه. ليه بقى؟ ريحتها. اه شوفي ازاي بقى، شفتي ازاي؟ ريحتش الكلام. طب انا بقى دقيقة واحدة وهطلعها وهتبقى رائعة جدا. طيب دقيقة واحدة، هناخد دي بقى ونسيبها كده تمشي مع نفسها كده 5 دقايق كده ولا حاجة، لغاية بس لما الكريمة تربط، نظبط بس الطعم بتاعها. حاجة عظمة العظمة.
تمام. ده كده بصل مبشور والزبدة طبعا الأساسية بتاعتك في الأكل. بدل ما أنا أستخدم مادة ربط مع المكرونة، بدل ما أستخدم مادة ربط مع المكرونة، مية المكرونة أنا قللتها وحطيت عليها لبن عشان أخدها كلها معايا أحطها في المكرونة. مادة الربط دي اللي هي الدقيق مثلا، اللي هي الدقيق أو الـ أو الـ أو الرو اللي إحنا كنا عملناه قبل كده اللي هو الدقيق بالزبدة. فأنا خدت المية بتاعة المكرونة وحطيتها في المكرونة. كويس كده، هي ابتدت تربط وتتقل أهو، الصوص بتاعها بدأ يتقل أهو. أوكي. وده اللي إحنا هنعمله في الشوربة. كويس كده، هنطلع بقى الشكلمة عشان أنت ما تبقيش قلقانة. احنا وانت بتطلع الشكلمة هناخد شيف دودو صديقة البرنامج او صديقة شيف سامح. مساء الخير يا دودو. صباح الخير يا شيف. مساء النور عليكي. عاملة ايه؟ تحياتي ليكي وعلى اهلا بيكي منورانا. تعيش حبيبتي. تحياتي لكل الموجودين في البرنامج سواء ورا الكاميرا او الاعداد، وتحياتي ليكي اولا. تسلمي لي يا فندم منورانا. اهلا بيكي، منورانا دايما. تعيش. تحياتي للشيف سامح، دايما متفوق كده استاذ شيف سامح ومنورنا. ميرسي. والحاجات الجميله اللي بتعملها لنا دي يعني حاجه ممتعه جدا. ربنا يخليكي، ربنا يبارك في العمل ويكبر القناه ويوفقكم ان شاء الله. ربنا يخليكي، ميرسي خالص، وميرسي على اتصالك وميرسي على مشاعرك الحلوه. ربنا يخليكي. تسلم ايدك على كل حاجه حلوه. ربنا يخليكي وربنا يوفقكم، وتحياتي لكل الموجودين في القناه جميعا. ميرسي، ميرسي لاتصالك، ميرسي لاتصالك، ربنا يخليكي، ميرسي لاتصالك. هنبتدي نطلع بقى ال، شايفين بقى يا جماعه احنا قلنا الفورمات بتاعتها بتبقى عامله ازاي. الزبده بتخليني اروح بيها في مكان تاني، ما بتخليهاش تمسك ولا تتحرق. اهي رائعه جدا اهي. جميل. كويس. ريحة جوز الهند مع الزبدة. انت بصي قالب الاستوديو. بصي جوه، شايف من جوه عامله ازاي؟ شايفه ميخه؟ شايفه؟ شايفين عامله ازاي؟ رائعه جدا. بالهنا والشفا. وهايله هايله هايله طبعا. ماشي يا شيف، اتفضل. لا لا بالهنا والشفا. عشان انا عارف ان انت مش هتعرفي تقعدي. طيب الشوربه اخبارها ايه؟ شوربه خلاص، احنا كده هننسى نفسنا مع الشكلمه وريحتها وطعمها ونسيب باقي الاكل. الله، رائعه جدا. جميل جدا جدا، ريحتها حاجه فظيعه جدا، وحاجه سهله وبسيطه ومش مكلفه. ومن البيت وجديده. جميل، حلو قوي يا شيف. بالظبط. طيب احنا كده المكرونه خلاص انت حطيتها مع الخلطة بتاعتها، وقلت لنا ان بناخد المية بتاعت المكرونة بتكون يعني يعني زي المادة النشوية اللي في المكرونة نزلت في المية مع اللبن، وحط كل المكرونة كده كلها بالصوص اللي فيها في التتبيلة بتاعتها. بالزبط. او في الخلطة بتاعتها عشان ما تنشفش مني. اديت شوية كريمة كمان صغيرين كده، بسيلها بس كده شوية عشان ما تنشفش مني. نجيب البيركس بتاعنا بقى الحلو. طيب نجيب البيركس الحلو بتاعنا ده، وبننزل بيها هنا كده مكرونه بكل بقى الحاجات اللي بكل الاداء اللي احنا عملناه. بيضه خالص اهي زي الفل. جميل، حلو كده. ممكن ندي بقى سنه الكريمه دي كده. ايه، مكرونه بالمشروم بالكريمه، مكرونه نجريسكو، مكرونه بالفراخ، زي ما تسموها زي ما تسموها. انت عشان مقطع الفراخ كمان نفس تقطيعه المكرونه او نفس كله صوابع فمش باينه خالص. بالظبط. حضرتك عايزه تحط جبنه؟ اوكي. مش عايزه تحط جبنه؟ زي ما انت عايزه. حلو كده، احنا ممكن ندخلها كده، نحط شويه الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا، واحنا مش مفروض ان احنا نسيبها لما تتحمر قوي، احنا عايزينها بس تسيح كده وتبقى معانا شكلها ظريف بس. يعني برضو المكرونه تبقى برضو طريه، مش بالزبط. مش ماسكه نفسها يعني. بالظبط. هقول لك بقى نعمل حاجه كده، احنا جبنا البيض ده واحنا مش عايزين نرميه، طب عايزين نعمل ايه؟ نعمل كده. يا سلام. نعمل كده. كويس؟ ماشي. حلو قوي. شيل ده بس عشان مطرح البيض. ده انت عامل لها عينين يعني؟ وهنعمل كده عشان بس البيض شوية
فلفل اسمر، شويه فلفل اسمر ظريف كده. احنا خدنا البيض اشتغلنا بيه الحاجه الحلوه. طب الصفار هنرميه مش هنرميه؟ هنحطه مع المكرونه، بيتعمل بيه مكرونه تانية بشكل تاني وهيطلع مستوي، ما تخافوش. وكل حاجه حاجه فرنساوي كده ظريفه، اه يعني حاجه فرنساوي ظريفه كده. خلاص وادي عشان اهو يبقى عشان تبقى بصالك كويس يعني، مع ان دي مش مالهاش اضافه يعني، بس اهي اهي عشان تبقى بصالك كلها تمام كده. ندخلها الفرن 10 دقايق ونطلعها. ماشي.